بحث وزير الزراعة السيد القصير مع أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عبد الوهاب زايد النهوض بصناعة النخيل، وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للحفاظ على واحات النخيل في مواجهة التغيرات المناخية، كما تناول أيضا إطلاق الخريطة المناخية لأصناف التمور المصرية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل والاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بمحافظة أسوان في سبتمبر القادم.